كبيرا مذهلا في هذه الليله وفي هذه الاجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعه الحال كل شيء اصبح جاهزا من اجل مباراه ممتعه ومثيره ومليئه بالدراما الكرويه والشرف. من جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. محاولة من جهة اليسار، فرصة سانحة للتسجيل. يحاول أن يسدد الكرة. كانت هناك مساحات في الدفاع، نجحوا في استغلالها بشكل رائع، وصلوا للمرمى بسهولة بعد ذلك. أحرزوا الهدف الأول في توقيت مبكر. بدون مخاطرة يعود الكرة، لمسة على اليسار. أكانجي. يا سلام، مر جميل. يجب ان نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم، رغم الانطلاقه اللي كانت تبدو واعده وتشكل خطر كبير جدا لما تعلق هذا الخط الدفاعي الرائع. بمبدا الامان يعود بالكره، يلعب كره على اليسار، كره الى الامام، تمريره جميله. يا إلهي، الكرة كانت غريبة، استغلال الفرص بشكل أفضل. روني توماس يلعب كرة إلى الجانب الأيمن. أكانجي. نتيجة لا تعبر ابدا عن هوية الفريق بالتأكيد، للمباراة فيها هدية كبيرة. إيزاك، الكرة تظل في القائم وتمتد، ينجح في بعدها على مناطق الخطورة. كرة تمر بسلام على المدافعين. عليه ان يحدد اهدافه من الان، على المدرب ان يكون مستعد بخطه بين الشوطين لتعديل كفه في الفتره الثانيه من اللقاء. انتوني يرسلها داخل ال 18، يبعدها عن مناطق الخطوره. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المره القادمه يتعلم من الدرس اذا كان هنالك مره قادمه. يلعب العرضية، يبعد عن العرضية. أودي توماس، وفي المباراة بشكل جيد. هل من العودة للشوط الثاني؟ ننطلق مع بداية الشوط الثاني. برشلونة لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر الآن بعد. ما زال أمام 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. بطريقة ذكية يواجه خصمه، مواجهة قوية بينهما. أكانجي دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. راوندي توماس، برناردو سيلفا، كرة من جهة اليمين. مهم جدا الآن أن يجد المدرب الحلول اللازمة لفريق من أجل التعامل مع هذا الموقف بشكل أفضل. أي خطأ راح يحسب الأمور تماما، أي فرصة ضائعة تعني تقليص فرص العودة في هذا اللقاء. موسيالا،
أنتوني يحاول أن يلعب كرة بينية. تغييرات من الجانبين في محاولة لتغيير الوضع. Substitution in progress. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. تحكم رائع في الكرة. يرفعها داخل 18. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يحاول فتح شفرة دفاع فريق الخصم. في هذا الوقت الحاسم في هذا الشوط الجديد في الخط الامامي للفريق. ممكن نشوف طريقه جديده في الهجوم الان. وحاول الازعاج على الدفاع الخصم. لدينا تغيير جديد هنا معروف بتميزه في التمرير. ممكن استغلال قدراته في السيطره على المصر وتشكيل خطوره هجوميه. اكيد يحاولون قتل المباراه والخصم لتعزيز التقدم. لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن ايضا يهاجمون. تألق عادي من الدفاع في مباراة اليوم. سرعة عادية ودقة في التمرير. برشلونة على استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس دقائق الأخيرة. لا يمكن ان يضيع مثل هذه الكرات. لو كنت مكانه بالتاكيد ساسجل. وهكذا المباراه تعادل بعد